أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، اللي راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي تشوفوها بأسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذني الأرقام في حال ما تأمن الخط وياكم لأي سبب كان. تقدرون تتواصلون ويانا أيضا عبر برنامج الواتساب على الرقم المخصص لبرنامج الواتساب، الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب. أتمنى تكون الرسالة مكتوبة متبوعة بالمكان والاسم حتى نعرف منو اللي كتب لنا ومن وين جتنا الرسالة، ونقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدأ حلقتنا مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا بحلقة هذا اليوم هو ملف المعتقلين. هاي الشريحة المهمشة بالعراق خصوصا الأبرياء منهم، اليوم احنا ببلد بعشرات الالاف من المعتقلين جلهم من الابرياء نتيجة تقاعس العديد من الجهات، اهمها الجهات القضائية واعتمادها على وشاية المخبر السري، وكذلك على اعترافات انتزعت بالتعذيب. هاي الوحدها هي جريمة انسانية، وانا على يقين ان القضاء يعرف هذا الشيء، لكن تنادي لو أسمعت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. بابل اليوم انطلقت بها دعوات للمشاركة بالتظاهرات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإقرار قانون العفو العام. خلونا نشوف هاي الدعوات. الله، وإن شاء الله مظاهراتنا الساعة 9 بالليل يوم الجمعة، فأخوتي لحد يقصر، فأطلعوا ناصروا ولدكم وأوقفوا وي ولدكم وشيلوا المظلومية عن ولدكم. ولدكم متأذين بالسجون، ولدكم مدمرين بالسجون، ولدكم رمضان أنتم جاي تشربون وتاكلون وتنامون وتقعدون، وولدكم حصر عليهم المي، حصر عليهم الشربة، حصر عليهم الفطور، حصر عليهم القعدة. فنصروا ولدكم وطلعوا وي ولدكم. كل السجون بدون استثناء، كل السجون متأذية، كل السجون متدمرة، كل السجون متأذية، وأول سجن بيهم بالأذية مالته سجن بغريب. اليوم حتى المي ما دخل على سجن بغريب. يا عوائل السجناء، اليوم سجن بغريب حصر عليهم بطل المي، المي مال الوضوء حصر عليهم. فهاي رسالة لكم، لا تخلون من أشخاص مسلطين عليكم يا عوائل السجناء، من نساء ومن رجال نعرفهم بالاسم، ماكو ممثل عن عوائل السجناء ولا واحد يمثل عوائل السجناء، انت مثل نفسك واطلع وطالب بحقك. اكو ناس شريفة واقفة وياكم ودعمتكم يا عوائل السجناء، فالمسلطين على عوائل السجناء كافي ونعرفكم بالاسم. والله العظيم من قاضيكم ترى قانونيا وعشائريا كافي، والسجون تأذت وتدمرت بسببكم. اطلعوا طالبوا بولدكم، اطلعوا اوقفوا على ولدكم، اطلعوا حاسبوا الظلم ولدكم. الغربية تأذت بالدعاوى الكيدية وتأذت بالمخبر السري، اهل الجنوب تأذت بالكريستال، العدة تنازل نايم بالسجن، الفصل فصل عشائريا نايم بالسجن. عمي كافي، اصحوا على نفسكم، الى متى انتم تظلون هيجي؟ كافي لا تظل واحد مسلط عليكم يا عوائل السجناء، كافي اطلعوا اصحوا فزوا على نفسكم. فخلي نثور، كافي صمتكم، كافي قعدتكم، كافي نومكم، كافي ذلتكم، كافي تهانون من قبل المواجهة، تهانون من قبل المنتسبين، تنظلمون من قبل الضباط، تنظلمون من قبل القضاة. فكافي قاموا يساومون بيكم يا عوائل السجناء، ونعرفهم المسلطين مستفادين من قبل البرلمانيين، مسلطين عليكم ويسقطون بيكم. لا تطلعون، لا تمشون، لا تتحركون، لا تقعدون، فطلعوا ثوروا على ولدكم. هذه الدعوات اللي انطلقت من محافظة بابل تدعو الناس أن تكون تظاهرة يوم الجمعة لنصرة شريحة المعتقلين والمطالبة بإقرار قانون العفو العام. مقابل هذه الدعوات أكدوا مواطنين من محافظة بابل مشاركتهم بالتظاهرات المطالبة بإقرار قانون العفو العام والإفراج عن المعتقلين خصوصا الأبرياء، ويحثون على المشاركة الفاعلة لمساندة المعتقلين وذويهم ومساندة أهلهم ورفع الحيف عنهم والضغط على الحكومة علها تستجيب لمطالبهم. احنا بنهاري بغداد الساعة 5 العصر، التجمع بالمجدل،
تجينا كوسترات بالخمسة العصر كون احنا بالمجدل نتوجه للحلة يم حمزة الغربي. اخوان لا تقصرون، ناجدوا اخوتكم، ناجدوا اصدقائكم، حجدوا قرايب اصدقاء، صديقك بالشارع، صديقتك بالشارع، حجديها وخلنا نطلع، خلنا نتوكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أن ينصركم الله فلا غالب لكم. أنا من محافظة الموصل، أدعو أهلي وجميع أبناء الموصل أن يحضروا غدا إلى الحلة لنصرة أبنائنا المظلومين المسجونين. إن شاء الله متواجدين باكر من الكويت للحلة حمزة الغربي. عندنا مظاهرة للمطالبة بالأبرياء والمظلومين وإقرار وإدراج قانون العفو العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن عوائل السجناء وأمهات السجناء، نتوجه يوم غد إلى محافظة بابل الحمد الغربي، من بغداد إلى محافظة بابل الحمد الغربي. الكل يحضر بدون استثناء، نصرة المظلوم، نتوجه باكر للحلة. كلام اللي راح أقول هسه موجه إلى رئيس مجلس النواب، رئيس السلطة التشريعية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس السلطة التنفيذية، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس السلطة القضائية، ووزير العدل هو اللي عضو في السلطة التنفيذية. عيوني حبايبي، البريء ما ينسجن، والبريء المفروض يطلع بدون أي قيد وبدون أي شرط، بالعكس يطلع هو صاحب الحق وهو اللي عنده حق يمكم. هاي رقم واحد. رقم اثنين، قانون العفو العام بكل دول العالم، قانون العفو العام يصدر عن المدانين، عن المجرمين، عن اللي مسوين صوتش بحياتهم. الأحكام اللي تطلق بالمحاكم هي عقوبات، واسم القانون المنظم لها قانون العقوبات الجزائية أو الجنائية أو التشريعية. ذني عقوبات، وأكبر عقوبة، أكبر عقوبة أنت ممكن أن تطلقها على إنسان هو أنك تقيد حريته، تقيد حريته بالتنقل بالمدينة من كلبش لما يدخل إلى مركز شرطة، لما يدخل إلى محكمة، لما يروح للسجن، وتقيد حريته لما تحصره بين أربع حياطين وتقفل عليه الباب وما حد يكون إلى سلطة عليه غيرك أنت. فهاي أكبر عقوبة، مو من المجزي، مو من الطبيعي أنك تعاقب بريء بتقييد حريته وتحرمه من أهله وتحرمه من ناسه، تحرمه من أحبائه، من ولده، من زوجته أو زوجها. مو من حقك، مو من حقك أن أنت تظلم البريء وتخليه بالسجن وتخلي الناس تطالب بالمظلومين وتطالب بالأبرياء. بس احنا لو كان عندنا قضاء صحيح وعندنا سلطة تنفيذية صحيحة وعندنا بلد يحترم نفسه، كان البريء عايش بالبيت، وتلقي الناس تطلع تطلب وتترجى من الحكومة تقولهم صدروا لنا قانون عفو عام عن ولدنا اللي أخطأوا بحقه حقيق، بحيث انه لما تصدر قانون العفو العام تصير انت صاحب المنة. اما تصدر لي قانون عفو عام عن بريء فهذا بالله واشرب ميته. أبو محمد، نطالب بالعفو العام لجميع المساجين. حسام روحي، حسبي الله ونعم الوكيل على كل من معارض على العفو العام. فلاح محمد، نطالب بالعفو العام عن الأبرياء والمظلومين. زينب علي، نطالب بإقرار قانون العفو العام لإنقاذ أولادنا من الموت والأمراض المنتشرة داخل السجون والإهمال الصحي المتعمد واكتظاظ السجون العراقية لكثرة أعداد السجناء المظلومين القابعين في السجون العراقية. الأخت زينب نشرت قضية عن الأمراض المنتشرة بداخل السجون والإهمال الصحي المتعمد إضافة إلى اكتظاظ السجون العراقية. أنت عيني وزير العدل وإدارات السجون الموجودة بالعراق مجبرين أنه توفرون الرعاية الصحية وتوفرون براحة بداخل السجون، لأنه الأسير، أسير الحرب اللي هو من عدوك اللي جاي يحتل بلدك، إذا أسرت واحد من عندهم مصاب دولياً أنت مطالب منك أن تعالجه، فما بالك بابن بلدك وبريء. محمد بن سليمانية حياك الله،
من ابو غريب العفو، حياك الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك اخي، شو اخبارك؟ هلا بيك يا الغالي. عمري الغالي، انا على الهواء مباشره. اي نعم اخويا، تعال الهواء. انا نزيل من ابو غريب، صار لي 20 سنه بالسجن. وين؟ ابو غريب، نفس ابو غريب. بسجن ابو غريب صار لك 20 سنه، ليش؟ مو بسجن ابو غريب صار لي 20 سنه، صار لي 20 سنه بالعراق مسجون. اها من سجن السجن يتنقلون بي. نعم. وانا عندي فضائح ارض اضحها، وعندي سوالف ارض اسولفها لك على الهواء مباشره. نعم. اريد اعرف مساله ليش هاي دعاوى كيديه والكل يعرف. زين. ولكن احنا نريد نعرف شيء واحد، اهاليتنا بالعراق شامله بدون استثناء، العراق من الجنوب للشمال، اهاليتنا ليش ما يطلعوا المظاهرات؟ شنو احنا مو مولدهم؟ تبروا من عندنا مثلا؟ لو هاي الحكومه جاي تاكل بينا لحم فاطس. نعم. والى متى ما اعرف، مره يخلوه في مسحه المحمود، ومره يخلوه لها رئيس القضاء، شو اسمه هو هذا الايراني؟ فائق زيدان. والله فائق زيدان، اللهم ربي ينعله وياخذ روحه بجاه السميع العليم. وبالنسبه لمحمد الشاع السوداني، اللهم ربي يحفظه وينصره ويسهل امرنا، احنا جاي نشوف جاي الرجال يشتغل بالاعمار، ملتهي بالاعمار بالجسور وبالطرق. هسه بركه الله انا اصير شارع عام ويطلع. محمد 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 محمد، اكو شغلتين بس من رخصتك، من رخصتك محمد، اكو شغلتين. بداية يا محمد تسمعني، تسمعني محمد، محمد تسمعني اخي. العفو العفو والافراد الشرطي. هسه بالنسبة للعفو، العفو نحن نربي. محمد تسمعني لو لا اخوي العزيز، انت 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 حكيت ومدحت واحد بعيدا عن محمد الشاع السوداني هو منه، لكن انت تقول بالاعمار ودا يبنون جسور. حبيب قلبي، بنوا جسور، راح اقول لك بصلاح الدين انبنى جسر، الجسر اللي بصلاح الدين اللي افتتحه محمد الشاع السوداني من جهه الى صعده ومن جهه مكامل، بنى جسر بالقريعات مال مشات ب 20 مليار دينار عراقي، بصف جسر لمشات موجود اصلا، والجسر هسه قايل للسقوط. بنوا هوايه من الاشياء اللي هي قايله للسقوط، وما صار لها ايام، ما صار لها اشهر، ما صار لها سنة. فيا اعمار هذا بدنا نحكي عنه، والاعمار اللي يبنوه هو كله بوق وسرقات. لكن غلطان انا، هم عذرني صار لي 20 سنة داخل السجن، انا هم اشوف بالتلفزيون يبانينا كم شارع. طيب نعم، شكرا شكرا لك اخ محمد. اكو نقطة من نسيت اقول لك اياها اخ محمد، الان في محافظة بابل بدأت تخرج التظاهرات الشعبية في المحافظة لنصرة المظلومين والأبرياء بداخل السجون، والمطالبة بإقرار قانون العفو العام في بابل. أم كرار من البصرة، حياك الله. الله يحييك بعد قلب أخوي. هلا بيش خيتي، تفضلي. والله نطالب بالعفو العام، لأن احنا تعبنا وملينا عوائل السجناء، يعني هو سجاي الصيف. نعم. وحالتهم مأساة بالسجن، الأوضاع مال السجون كلش تعبانة. انا رحت الزوج مواجهه، لقيت المريض طالع بيه هاي الاقراص الناريه، يروح للطبابه ما يعطونه علاج، يكتبون العلاج من برا. زوجك مصاب بحزام ناري؟ اي هاي اقراص الناريه، حزام ناري. نعم جسمي. نعم اي والله، رحت اجيب له الدواء من برا، يقولوا له جيب، يعطونه ماكو، بس عصاره وهاي بالسجن. يقول شو تريد تسوي، اخذ الدواء ما يطببونه، زين هو مريض عندكم يعني ليش ما تطببون العلاج؟ بالصيف ماي بارد ماكو. نعم يعني الوضع كلش تعبان. نعم اي والله كلش تعبانين، احنا ملينا، احنا تعبنا. يعني كل الدول بقت عفو، ايش معنى بس العراق ما ينضعف؟ ولو مستفادين من الحوانيت، والحوانيت نار، نودي له 100,000 ما تكفي بالشهر، نودي له 150 ما تكفي بالشهر، تعب بعد ايش قد نودي؟ لعبنا والما عدنا بيعنا، بعد شو نريد نبيع احنا؟ نعم لا والله العظيم كافي، يعني كافي ظلم كافي. بس احنا ما نريد العفو عمي، ما نريد العفو، نريد طول افراد الشرطي، حتى افراد الشرطه هم اللي قوا من عندنا. اي باج ام كرار، اي باج تقصدين؟ الافراج الشرطي. الافراج المشروط. نعم نعم نعم
اي هذا اللي يقول ليش هسه احنا الواجب هواي مخلصه محكوميتها وما طالعه. زين ام كرار بس على مود المشاهدين يفتهمون اكثر، ابو كرار بيا سجن موجود وش قصر له بالسجن وليش؟ والله صار سنتين وخمسة اشهر بيا صديقه لزمه لا بيده ولا شيء رايح خطر كضوء هاي الماده مال الكريستال الصديقه من الدق اعترف قال انا ابيع وياه محكم خمسة وشهر. نعم. الضابط راد من عندي 10 ملايين ما عنده طي 10 ملايين أنا منين أجيب 10 ملايين؟ نعم. حكمه. نعم. أيوة. نعم. شو استوى بعد؟ نترجى بركة الله وأهل البيت يفرجونه. نعم. واليوم الواد مطالع مظاهرات والله ما مقصر إذا أستاذ أمير وأستاذ الدكتور ذرقام. نعم. جايب. شكراً شكراً الله شكراً لك أم كرار. أدنى اتصالات أخرى، أدنى اتصال ثاني. تمام. أكو شغلة بس أريد أحكيها، يعني أم كرار إذا كان كلامها صحيح 100% وزوجها سجن ظلم لأنه هو موجود ضيف عند شخص وهذا الشخص هو المجرم وهو راح برجلين هيك، فهي كارثة. هاي تمس القضاء وتمس التحقيقات وتمس الداخلية وتمس المنتسبين والمحققين كلهم مع الأسف. نبني ملفنا الثاني من مركز محافظة قادسية مدينة الديوانية. عندنا ناشط يكشف عن استيلاء ونهب المجمع السكني اللي هو قيد الإنشاء بقضاء عفك بالديوانية نتيجة للإهمال والفساد الحكومي وغياب المتابعة والحرص على أموال الشعب. تعالوا نسمع شو يقول. هذا مشروع العمارات السكنية بقضاء عفك محافظة الديوانية. هذا المشروع توقف به العمل بسنة 2013 ولحد الآن اليوم 21/3/2024 انهمل هذا المشروع لحد الآن. هسه صار به فرهود، أكو ناس جاي تفرهد بالعمارات السكنية الموجودة بقضاء عفك اللي انتركت صار لها سنين، عشرات الوحدات السكنية اللي ممكن تخدم الفقراء والعوائل المتعففة اللي ساكنة بالإيجار، هسه صارت الشغلة فرهود. هاي الشقق وهاي الغرف بها مغاسل وبها حمامات وهنا يسكنون بها كانوا العمال مال العمارات السكنية، هاي تفرهدت تشلع الشيلمان، اكو ناس جاي تجي هنا يشلعون الشيلمان ويبوقونه وباقوا كل الغراض اللي بيها، فلشوها وباقوها بعد بس الطابوق يفلشونه وياخذونه. وبعدك هناك هم شقق للعمال هم راح يفلشونها، فالعمارات السكنيه بقضاء عفك جاءت تتفرهد وجاءت تنباك. انا بلغوني قالوا ترى اكو هنا ناس جاي تفلش وتاخذ تبوك، فالحكومه المحليه بقضاء عفك تعرف بهذا الموضوع، مجلس محافظه الديوانيه والمحافظ يعرف بهذا المشروع، وزاره الاعمار والاسكان بالعراق تدرب هاي العمارات السكنيه تعرف بها متروكه من 2013 لحد الان. هاي مصيبة وهذا هدر بالمال العام، هاي أموال الشعب، هاي أموال الفقراء، ليش تاركينها كل هاي السنوات؟ أريدكم تكملونها وتسلمونها للفقراء للعوائل الفقيرة المحتاجة، مو لأعضاء البرلمان لو أعضاء مجلس المحافظة. فأبقوا وياي وشوفوا هاي الكارثة وشوفوا شلون فلشوا الشيلمان وخذوا باقوه، كانوا هنا في اس هسه حاليا قالوا انسحبوا نقلوهم. يعني هذا الحال اللي دا يصير بالعراق اليوم من 2013 واحنا بال 2024. 2013 ل 2024 بقضاء مثل قضاء عفك مجموعه او المجمع السكني اللي بيه مجموعه العمارات السكنيه هاي من الممكن تحل ازمه بالفعل. اكو كثير من المجمعات السكنيه باب الخصيب بالبصره بذيقار بالنجف بغداد بهوايه من المحافظات العراقيه. لو أكملت هاي المجمعات السكنية وبلشوا بالتجاوز اللي هم كل يومين والثالث مشغلين جرافاتهم دور دوائر البلدية ومهدمين التجاوز والعالم تصيح الداد تقول لك وين أقعد ما دا ألقى مكان، وتجي الحكومة تفلش التجاوز وتشتغل صح وتعمر صح وراها تبني مجمع ثاني وثالث، ما راح يكون عندنا أزمة سكن ولا راح يكون هذا غلاء الفاحش ب ب باسعار العقارات اللي موجود اليوم في العراق. عندنا فيديو اخر من محافظه النجف، ناشط، هذا الناشط يوثق لنا استيلاء
على عقارات. من المستلي؟ من المستولي على العقارات؟ أحد المراجع. بحسب حديث المواطنين، حسب حديث شهود العيان، يقولون أنهم عندهم أوراق ثبوتية تثبت ملكيتهم لعقارات وأراضي، وأشاروا أن استيلاء هاي الجهة المتنفذة على أملاكهم هي بذريعة الاستثمار بعد أن خدعهم بتحويل الأملاك بعد الاستثمار وطلب التنازل عن الأملاك. الآن تعالوا نسمع. هاي الأرض اللي إحنا ساكنين بيها والأخوة المواطنين ساكنين بيها، هذه المن انهدت إلى مرجع باكستان، مرجع باكستاني عايش بالهند. هاي الأرض مال أرض العراقيين. هذه الأرض من اللي أهداها؟ أهداها مكتب إسحاق الفياض. وهاي عمارات موجودة. دقيقة. هاي العمارات موجودة. ارجع لي لهنا. من هو هذا المرجع اللي هدا المرجع؟ والله المرجع اللي هداها إسحاق الفياض. المهم. الهداها المرجع باكستاني، المرجع الباكستاني ما أعرفه منه. زين هداها لهناك بصفة شنو؟ بصفة إيجار. هدية. من ما وراها جزية. أكو طابو باسمه؟ هاي بعد من الوقف الشيعي أنطاهيا. عذراً. عذراً لجميع المراجع. بس أريد واحد يحلل لي هذا الكلام. وحق الرد مكفول إذا كان أكو هنالك خطأ بالكلام. تفضل أغاني. تمام. جابونا موافقة على مكان بالقدس 55 دونم بال 2016. الموافقة جتنا. عرصات على أساس كل واحد 200 متر إن دول الفقرة. بدلاً عن هاي الجار. زين وين هالموافقة مال؟ هاي الموافقة. خل أطلع لك هذه أول شيء. مديرية التخطيط العمراني استبدال قطعة. تمام. هاي مستبدلين هاي القطعة اللي هي جزيرة النجف 7845 واحد على 3. قررت اللجنة العليا لتغيير الاستعمال في وزارة الإسكان في كذا، حصلت الموافقة على الطلب وموجب المخطط وإلى آخره. التوقيع آسيا محمد حسن مدير عام التخطيط العمراني وكالة. خوش. هذا سند القطعة. سند الأم 190 دونم. 55 دونم. هي 55. هذا سند الأم 190 دونم لأن هي جت 190 دونم. الجزائر 3 أجزاء ألف باء جيم. زين. منها أكو وحدة خذاها فلان بدون ذكر. لا تقول لي فلان. ما عندنا وحدة خذاها. وحدة خذاها شيخ البشير. جاي. شيخ البشير. المرجع الأول. خذاها شنو؟ استثمار. تمام. الثانية أخذها مكتب إسحاق الفياض. هاي اثنين. والثالثة مالتنا يردون يأخذونها هسا. بعد تفاوضوا ويانا جماعة مكتب الفياض. تفاوضوا ويانا. شلون تفاوضوا ويانا؟ عندنا مقاطع لهم تصوير. مقاطع موثقة عندنا مصورة. يابا القطعة 55 دونم رقمها كذا. هاي ما يصير نعطيكم اياها اذا ما شنو؟ لا ما ناخذها. اذا ما ناخذها استثمار وبعدين نحولها. رئيس وزراء محاسب. رئيس مجلس القضاء الاعلى محاسب. رئيس البرلمان محاسب. رئيس الجمهورية محاسب. هاي قضية كارثية. اذا توصل الى حد مرجع من المراجع، مرجع شنو؟ مرجعين من المراجع الاربعة. أنا أطالب الأخ اللي كان دا يحكي هنا ويقول أنا عندي فيديوهات للتفاوض ويا إسحاق الفياض، دزلنا ياها حبيب قلبي، دزها إذا عندك، دزها. ومثل ما طلع هذا الفيديو يطلعن هنا وعد مني. بس السؤال اللي ينطرح، الاستثمار شنو؟ أنا لحد الآن ردت أفتهم قضية الاستثمار بهاي الهدية اللي انهدت إلى واحد بالهند لو باكستان، قال باكستان ما أعرف شنو نوع الاستثمار اللي راح يصير بهاي المنطقة، شنو المردود اللي راح يجي لهاي المنطقة ورا ما هديتوا هاي الجياعين، وليش أموال الشعب تنطي هيك؟ زين أنتوا تردون تأخذون من عندهم ملك، والملك بمكانة تعويض، يعني تريد تأخذ شيء، تأخذ بيت تطي بيت أو تطي حق البيت، شقد فلوسه أنا أشتري منك وبموافقته ينطيك لو ما ينطيك. يعني دول بدلت أراضي بيناتها لتيسير الأمر، وصارت بالعراق. واللي راح يسألني وين، أنا أقول لك وين.
خريطة العراق والأردن كانت قبل حد عدل، بس هسه من ترسمها أكو رقزة مثل رقم 5 بالإنجليزي، لأنه العراق نطت جزء اللي داخل بمحافظة أنبار إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وأخذ الجزء الآخر اللي داخل بمملكة أو برويشد إلى، فصارت هاي الخمسة نطوا هاي المساحة أخذوا هاي المساحة بدل، وما صارت كوارث مثل هسه. هاي دول بيناتهم تبادلوا بمنطقة حدودية وما صارت مشاكل، العالم ما تدري بيها. لما قمنا نرسم الخرائط يابا ليش هاي أنا قالوا هيك وهيك صاير، أما الجماعة هنا يوميا طالع لنا واحد. وبعدين المراجع شنو دخلها بالاستثمار؟ هسه أنا أريد أسأل سؤال إلى الدولة العراقية، المراجع الدينية شغلها بالدين لو بالدنيا؟ إذا بالدنيا فهم شغلهم بالاستثمار والمال والأرصدة والبنوك و و و و، أما إذا شغلها الدين فهي تعاملها مع رب العالمين فما لها علاقة. أنا اللي أعرفه للشيوخ يعني حتى الأغنياء في زمن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام نذروا مالهم اللي في سبيل الإسلام، مو نذروا الإسلام في سبيل مالهم، ومن ضمنهم عثمان بن عفان وأبو بكر الصديق اللي أعتقوا ما أعتقوا من الرقاب من عبيد قريش، واللي دفعوا ما دفعوا لأجل نصرة الإسلام، مو العكس. شو القضية اليوم بالعراق؟ مقلوبي ما يدرون. عندنا فيديو آخر، عفواً هذا الفيديو الأول، الفيديو الثاني، الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. متعب الحسن، قضية نهب العراق مستمرة من 2003 وإلى الآن. رعد رسام الركابي، هؤلاء مواطني عراقيين لهم الحق بأرضهم سواء كانوا فقراء أم أغنياء، هذه الأرض للعراقيين فقط، شنو يأخذون الأرض من مواطني عراقيين وتهدى لأجانب؟ هذا احتلال من نوع آخر. وهشام السومري، قضية توطين العجم في كربلاء والنجف مستمرة من 20 سنة. وأحمد العلي، الأراضي والممتلكات العامة صارت فرهود دولة علي بابا. فكان هذا تعليق الناس على هاي القضية. حسين من صلاح الدين حياك الله. انقطع الاتصال ويا حسين. وهاب من أبو غريب حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم، شلون أستاذ؟ أهلا بيك يا الغالي. شلون صحتك؟ أهلا بيك أستاذ، احنا وياك وهاب من سجن أبو غريب. حياك الله. قول محيي رحمة الله جل. احنا من خلال قناتكم الشريفة والموقرة نعم يتوصلون صوتنا الرئيس الوزراء نعم على مود إفراج الشرطة. احنا مخلصين. انتم مخلصين محكوميتكم؟ احنا مخلصين محكوميه وباقين على افراج الشرطي. هسه قانون العفو العام يوميه باشر وعقبه يوميه قانون يوميه فقره، خرجوا لنا الافراج 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 الشرطي. لحظه 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 لحظه، محكوميتك ايش قد اخويا؟ احنا محكوم 10. وانت كملت ال10؟ كملت 7.5. زين اوكي. هذول وياي مخلصين 4 سنوات ونص، هم محكومين 6. نعم 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 نعم. أنت تقصد قضية الإفراج المشروط في حال إتمام 3/4 المدة القانونية للحكم ووجود حسن سيرة وسلوك داخل المعتقل؟ نعم. أبدي. أي. أي هو. قول وهاب كمل. أو باقين على إفراج الشرطي بس من خلال. نعم وصل إن شاء الله. أشرف زيدان، رئيس وزير العدل خالد شوان، الأستاذ خالد شوان. نعم. وعايشين بالظلم والله العظيم. الزنزانة تأخذ 8 بها 28 نفر، لا تقدر تتوضأ، لا تقدر تسبح، لا تقدر تنام، نوم ما نقدر، نوم ما شبعانين والله. أخ وهاب يرحم أهلك، أنت تقول الزنزانة 9-8 نفرات. 28 نفر، بس حتى الناس تعرف. انت شلون تقعدون؟ شلون تنامون؟ شلون تتحركون بيش غرفة؟ والله العظيم لا حول ولا قوة، نوم ماكو، ما نقدر ننام، ما عاد فوق. هي بيها ثمان أسرة. زين. ثمان أسرة الزنزانة، ثمان أسرة. نعم. وبيها 28، مرات توصل ل 30 نفر، 28-29، يعني مكان قاعدة تاكل ماكو. زين، الرعاية الصحية اللي موجودة بداخل السجن أبو غريب شلونها؟ الرعاية الصحية زينة، يعني من ناحية علاج وما علاج ومريض وما مريض. نعم. اي لا زينة، بس احنا نحكي على قضاء في الازدحام. استاذ
مكان نوم ما نقدر ننام. زين مواجهات تصير ويا ذويكم لو لا؟ المواجهات المواجهة تعبانة يعني كل 15 يوم تواجه ربع ساعة. ربع ساعة كل 15 ربع ساعة 10 دقائق. زين الغراض مثلا اهلك لما يجون للبيت يا عفوا لما يجون يمك اخو هاب ويجيبوا لك مثلا لبس اكل شرب فلوس ذني تنخذ منك لو يدخلوا لك اياها؟ لا لا يدخلوها بس ما يدخلون ملابس، هو ملابس صفر، ملابس صفرة. وعلاج علاج يجينا من برا من اهلنا ما يوصلنا كامل. نعم اي والله استاذ، والناشد من خلال قناتكم يعني بلكت تسوون. وصلت 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 ان شاء الله، وصلت وان شاء الله سمعك. شكرا شكرا جزيلا لك اخ وهاب. الاخ وهاب من ابو غريب يعني وصلكم الصوت، واتمنى انه وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء يسمعون ويحسون بهاي الوادم وشويه يخففون عنهم. ملفنا الثالث نبدي من مدينه الديوانيه بمحافظه القادسيه، ولقينا ناشط يتحدث عن غياب دور دوائر الكهرباء أو دائرة الكهرباء بقضاء عفك بالديوانية، ومارسل الكثير من المناشدات لتبديل أعمدة الكهرباء اللي موجودة في القضاء. اللي صاير أكو عمود كهرباء، هو هذا العمود مايل، لما مال العمود وراح يوقع شو سوى الوايرات مال الكهرباء احنا نقول بوطت زين، وصارت وحدة بالقرب من الثانية. هذا الشيء اللي من الممكن أن يسوي كارثة بالقضاء في حال سقوط الأمطار وصار تاتش، أو إذا أجا طير ووقف على واحد من هاي العواميد. الناشد دائرة كهرباء، دائرة كهرباء الموصل، دائرة كهرباء تكريت، دائرة كهرباء النجف، أي واحد يجي يخلصنا يبدلنا هذا العمود الضغط العالي هذا القضاء عفك، لأن إحنا ملينا ناشدنا قضاء عفك ما حد استجاب لنا ما يستجيبوننا، صارنا 5 أشهر العمود هذا ضغط عالي. شوفوا قضاء عفك محافظة الديوانية هذا ضغط عالي، شوفوا شلون مايل ذاك العمود، ذاك العمود مايل وواقع لهنا، هاي الأسلاك جاي تطبق، هاي أسلاك ضغط عالي جاي تطبق منه تحط عليها الطيور تطبق وتسوي هنا خطر يعني بيا ساعة يوقع العمود. فاحنا ملينا بعد ما ناشد مسؤولين قضاء عفك، ناشد دائرة كهرباء النجف تكريت كهرباء الموصل كهرباء الديوانية، أي واحد يجي يسوي هذا لأن ملي أنا ما يستجيبون له، ما يسوون نحل، ما يسوون نحل، هذا العمود راح يوقع، هو هذا اللي يريد يوقع. 100 مرة 1000 مرة ناشدنا، الناس يقولون ما جاي هذا راضينا، شوف بعمود مال التليفون شادينا حتى ما يوقع. بقضاء عفك محافظة الديوانية لما ابتدائية مدينة المدين المدرسة، هذا حي الوائلي، هاي الأسلاك تتلولح، شوفوها هاي تتلولح الأسلاك مال ضغط عالي كهرباء خطرة يا ساعة توقع وتكتل الوادي. قواطع مال جسور يسندوها بحديدة، عواميد كهرباء يشدوها بعواميد التليفون، حياطين راح توقع يحطوا لها شخص مروري ويميلوا عليها حتى لا يوقع الحائط. ما تقولوا لي هذا البلد شلون عايش؟ والمشكله انه عندنا وزراء، يعني عبايكم ما عندنا وزير كهرباء وما عندنا مدراء دوائر كهرباء بكل المحافظات؟ لا عندنا بابل. هذا الفيديو بالليل لقينا ناشط هنا يطالب بصيانه واير كهرباء موجود ورا محطه اضواء بابل او بنزين خانه اضواء بابل. هذا الواير يقول يهدد حياة الناس اللي تمشي بالشارع، ليش؟ يقول بعد هطول الأمطار وقع أحد أسلاك النقل التيار الكهربائي بالشارع، الشوارع تعرفون شو يصير بها من تمطر الدنيا طايفة بمي المطر، فصار المي شنو؟ صار المي اللي موجود بالشارع حامل وناقل للتيار الكهربائي، هذا بحد ذاته يهدد حياة المواطنين ويقتلهم. تعالوا نشوف اللي صاير ببابل. السلام عليكم، هذا السلك من كهرباء من المطرة لحد الآن اخوان، من المطرة لحد الآن بالطين، هاي الناس متجمعة،
كهرب زايد مي ولدنا له احد كهرب هذا مي كهرب اي مي كهرب هذا السلك هذا دايش دحيح هذا دايش دح شوفه هذا السلك لا لا هو مبين هذا بالمي سلك هذا بالمي هسه كهرب تكرم شلب لا الاخوه بكهرباء بابيل نرجو يعني هاي خلف المحطه خلف المحطه خلف المحطه بشارع 80 شارع 80 ورا المحطه هاي خلف المحطه مال الاضواء بابل مشيده بالطينيه بالطينيه وهذا السلك ها مثل ما شوف طبعا هو الفيديو باكماله بعد ويوصل ابو المطار ويعيطون بيه ويروح يطلع على الطين بسرعه لانه يقولوا له المي مكهرب لا تفوت اطالب الاهالي بمحافظه بابل انه كل واحد يخلي ورا باب بيته خشبه إذا واحد النتل ضربه بالخشبة حتى لا تلزم الكهرباء وتأكد الخشبة ما مبللها بالمي أما بالبصرة هاي البصرة بصرة الخير هاي الكهرباء شوفوا ايش ده تسوي أحد أسلاك التيار الكهربائي اللي وقع بالقاع بقضاء أبو الخصيب نتيجة سقوط الأمطار الواير همينا بكهرباء ويجدح بالشارع هذا من اللي من الممكن أن يتسبب بحرائق هذا اللي من الممكن أن يتسبب بقتل المواطنين ويهدد حياتهم بوسط إهمال واضح من قبل الجهات المعنية تعالوا نشوف هاي الشوارع أبو الخصيب نص المطر ونص الشارع شوارع ابو الخصيب نص المطر ونص الشارع هاي مو ماكينه لحيم ولدن لا هاي ولا شراره لحيم حديد لا هاي كهرباء وهاي كوارث واذا مطرت الدنيا لا عبالكم نار الكهرباء تطفى بالمي لا راح تمشي الكهرباء ويا المي المشكلة انه احنا عندنا دوائر ويحجون بس المشكلة والطامة الكبرى انه يجي فصل الصيف الكهرباء بالعراق مقطوعة يابا وشنو الفيلم ما حد يفتهم يجي فصل الشتاء عندك مشكلة مع المطر بس الكهرباء بالعراق موجودة بس المواطن ما محصلها لان الكهرباء مشمرة بالشارع والمواطن يدفع جباية ويدفع فلوس ويدفع دم قلبه على مود هاي الكهرباء أمجد أيال يقول طبعاً لحد تعليقي هذا رحنا للصيانة واتصلنا بأغلب أصحاب الشأن وماكو رد أو أي حضور رغم الموازنة الانفجارية لوزارة الكهرباء ورغم التعيينات اللي حصلت ورغم كل شيء وجميع الإمكانيات واتصلت شخصياً 4-5 مرات بمدير الكهرباء بدون رد لذلك أحمله شخصياً وبصفته الوظيفية أي حادث وفاة لا سامح الله وأمام الجميع حيدر المحمدي الفساد منتشر بكل مفاصل الدولة والكهرباء من ضمن الأمور السياسية التي لا يمكن أن تعمر لأن تعتبر من البنية التحتية محمد الوائلي وزارة الكهرباء وفروع مديرياتها لحد هذه اللحظة يوجد فيها مشاريع وهمية وسرقات محمد سامي يعني كانت مديرية عامة من ضمن وزارة الصناعة والمعادن وكانت تفي بالغرض الآن هي وزارة وهي غير قادرة على تلبية حاجة المواطن من الكهرباء نبدي ملفنا الرابع من محافظة بابل وعدنا ناشط من المحافظة يوثق لنا الحال المتردي لفتحات شبكة تصريف المياه أو التصريف الصحي اللي هن المنهولات بشارع الجمعية وينتقل سوء تنفيذ المشاريع الخدمية بوسط عدم وجود بل غياب تام لأي رقابة أو متابعة حكومية احنا اليوم متواجدين بشارع الجمعية عدنا ثمة ملاحظات عن هذا المشروع علما انه المشروع يمكن ما صار لاكثر من سنه بعد ما مضى عليه سنه راح اراويكم اياها تفضل تعال تعال صور لي هاي المنهوله اللي هسه احنا متواجدين بها شوفوا هاي المنهوله تعال هنا خلي المسؤول يتابع والمواطن يشاهد هسه احنا راح نراوي المسؤول وراح نراوي المواطن هذه حقيقه المشروع تفضل هسه هاي المنهوله يعني هاي المنهوله ما صار لها سنه لو شغل مضبوط أنا أسأل اللي نفذ المشروع وأسأل الجهة المنفذة وأسأل الجهة اللي استلمت المشروع أقول أنا هذا المنهولة وهذا المشروع ما صار لسنة وهذا حالته إذا عبر عليه 4 سنوات و5 سنوات و20 سنة شلون يعني يصير هذا شغل زين
هسه احنا المواطنين الله شاهد هسه يفوتون يقولوا لي عليها. هسه احنا اليوم باعناها كمواطن شافها، ماكو مسؤول فات منا شافها، الجهه المنفذه ما تابعت. احنا مو نعرف انه المشروع يبقى يتابعوه الجهات اللي استلمت المشروع راح يبقى هذا الحال. احنا اليوم رسالتنا الى السيد محافظ بابل ورسالتنا الى المسؤولين بالمحافظه انه هاي المشاريع هاي من اموال المواطن، اموال المواطن اللي هي بخزينه الدوله انأخذت وراحت تطاها للمسؤولين المشاريع، والمسؤول المشروع اجى نفذ هذا المشروع واخذ فلوسه وراح، وهذه بعدين يتلقاها من المواطن، وهاي بعد يومين راح تتفلش، هاي راح تتفلش بعد يومين تنزل جوا وتنتهي. هاي رسالتنا الى الجهات المعنيه بالمحافظه، وراح نبقى نتابع المشاريع. ناخذكم المكان اخر بالجمعيه ومن هوبه اخرى راح نراويكم. تفضل تعال صور. شوف حجم الدمار لهذه المنهولة. تفضل هذه راح تنترك، هاي بعد لها يجوز في شهر شهرين توقع المنهولة جوا، ومنهولة ذيك اللي صورناها. واذا اظل اتابع بعد شارع الجمعية راح اجي اكثر من منهولة وخلي يشوف المسؤول. هذا الحال بشارع الجمعية في المحافظة، وعندنا ناشط من محافظة ديقار يشكو الفساد الحكومي في تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة في ظل تكدس النفايات والزبالة أجلكم الله، عدم إكمال المشاريع بصورة صحيحة، هذا اللي يدل على غياب المتابعة من قبل الجهات المعنية. طبعا احنا من نحكي على نقص الخدمات، هذا المستشفى بنت الهدى للأطفال وهذا الشارع مقابله، من نقول لكم سبب مشكلة محافظة ديقار هو عدم اهتمام بالشوارع وعدم تنظيف الشوارع من التراب. وشوف هالتباع، شوف السيد باع، شوف التراب شلون مقبل التراب علينا، وهذا كله سبب شنو؟ عدم تنظيف التراب الموجود، تنظيف التراب. هذا شوف التراب من نات والله العظيم من مترتين ومن مترتين. وين جيت الخدمه بلدي ديقار؟ يعني من نقول لكم يا بن طلعوا نظفوا التراب، شوف هذا كله يتحول طين من تمطر. طبعا العلم ها احنا شكو احنا شبكه المياه الامطار، ها شوفوا حتى واحد يقول لك هاي شبكه مياه الامطار من تمطر الدنيا، هذا التراب وين يتحول؟ يتحول طين وينتهي. ليش بلديه ديقار ما تنظف شوارع من التراب؟ ما تستوردون اليات؟ شنو يعني السبب؟ لو كل مشروع تحيلونه محافظة ديقار تخلون بلد شراء آلية تنظيف الشوارع شفط التراب، والله العظيم راح يصير عندنا أكثر. طبعا العلم 600 مشروع 600 آلية عندنا محافظة ديقار إذا خليته. عرفتوا الآن صخرة عبعوب وين؟ هذا الطين اللي ينزل بشبكة تصريف الأمطار، هذا اللي يسد الشبك، هذا اللي فيض الشوارع، هذا اللي غرق الدنيا. لمن المجاري ماتك ماكو عناية بيها. أكو آليات موجودة بدول العالم، سيارات بيها فرش لي قدام وفرش بالصفاع وفرش لي ورا، وتذب مي وتغسل الشارع. وأكو آليات تكنس الشارع مثل المكناسة الكهربائية اللي تكنس بيها الزوالي مال البيت. تدرون بيها لو ما تدرون؟ إذا ما تدرون قولوا لنا، ندزلكم كتالوكات حتى تروحون تشترون كم واحدة للعراق حتى يخلص العراق من هذا الهم. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. أول تعليق عادل عبيد فارس السعيدي، ماكو رقابة ونزاهة بالعمل، حتى شكاوى ما تأتي بنتيجة وتحقيق عن فساد وإخفاقات، كل وأغلب المشاريع فاشلة. أحمد حبيب، نتمنى التدخل لإنقاذ هذه المنطقة المظلومة من أدنى الحقوق، وبالرغم من وجود مطالب رسمية وموافقات التبليط كان نهايتها المماطلة والتسويف ووجود عمليات تجاوز على الشوارع وعدم وجود رغبة صادقة في وقف التجاوزات التي حولت المنطقة إلى حالة صعبة. علي صلاح الأسدي، نقص حاد في الخدمات وأغلب المشاريع فاشلة، وخير دليل أغلب مناطق تشبايج غرقت بالمطر. لعبودي علي، الحكومة المحلية مشغولة بالمغانم والفساد. مشاهدينا الكرام، تسارع وتيرة الإعدامات يكشف النزعة الإجرامية للحكومة ونواياها الطائفية المبيتة ضد المعتقلين، هو عنوان الإنفوغرافيك اللي سلط به قسم التواصل الاجتماعي الضوء على معاناة المعتقلين داخل السجون الحكومية. Thank you.
تعبنا احنا الامهات، والله ندلينا، والله ندلينا، ما ذلنا لا الهول ولا الهتالي، شنو ذنبنا؟ والله ندلينا احنا الامهات، والله ندلينا. انت تتضعف مو بس الولد، تتضعفوا عنا للامهات، لانه احنا تعبنا، هواي تعبنا. ها بنروح للسجون تدري شو يصير بحالنا؟ والله انا اقعد اسبوع، انا اقعد مريضه. شكراً لقسم التواصل الاجتماعي. عندي رسالة واحدة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان مبارك على جميع المسلمين. أخي، قانون العفو العام ليس بيد الحكومة بل بيد الأحزاب التي تمتلك شركات الإطعام، لأن إذا أقر العفو العام ستتوقف شركاتهم ومصادر تمويلهم. حسبنا الله في هذه الأحزاب التي حكمت هذا البلد. أخوكم من محافظة الأنبار. مشاهدينا الكرام، نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، بنفس الموعد وبمواضيع جديدة باكر بإذن الله. انتظرونا. I'm on it.